رمضان شهر البركة والخير والعطاء والإحسان، مو بس هيك، في كتير اليوم من العائلات مثل ما دائماً عم نقول متضررة، مو بس بزمن كورونا عم يكون في عندها ضائقة مادية باستقبال شهر رمضان، كون شهر رمضان شهر بيحتاج لشوية متطلبات خلال فترات زمنية معينة. لهيك خلونا نحكي شوي عن بادرة أطلقتها مجموعة فالوجيين الخاصة بالشباب للتسامح حول أجارات المنازل. البادرة اللي بتدعي الناس للتنازل عن أجار المنزل للمسجلين خلال شهر رمضان المبارك، بادرة انتشرت وصار في إلها رواج كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة فالوجيين رح نحكي عنها أكثر بعد ما نرحب بالأستاذ خالد سليمان أدمن ضمن الجروب، انضمنا من حلب عبر الهاتف. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك. هلا حبيبي، اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير، رمضان كريم يا رب. بخير يا رب، من هذا علينا وعليكم. الله يسلمكم جميعا، جميع الاعضاء الادمن يلي بالجروب والاعضاء كمان. شكرا كثير لكم على البادره يلي قايمين فيها، وخلينا فورا نفوت بتفاصيلها. خبرنا شوي عن هالبادره يلي قمتوا فيها، ايمت انطلقت وكيف تفاصيلها؟ هي انطلقت من سنتين تقريبا، وهي الثالثة مبلشين فيها، مكملين فيها ان الله راد. هي كانت فكرة بيننا نحن الشباب انه وضع البلد كان ما بسمح، يعني الوضع العام الاجارات غالية شوي، ففكرنا انه نطالع في شيء فكرة نفيد العالم فيها المستاجرين. طلعت بفكرة انه نزل نعمل بوست نزلوا على الفيسبوك سامح بأجار البيت هالشهر الفضيل بس والايام العيد. في ناس قبلتها كتير وساهمت، يعني في ناس تواصلت معنا نحن مسامحين بهالشهر والعيد. تمام، شو حلو. يعني كنت مفكرة بس الموضوع يقتصر على الفترة اللي نحن فيها، فكتير حلو انه لا انتم من سنتين وهي الثالثة مكفين. يعني حتى وصلنا لمرحلة اول ما نزلنا الاقتراح اللي عملناه هاي الفكرة كان حتى لزنا وراء مثل البوستر عملناه ولزناه بالشوارع باسم الفالوجين وحطينا، يعني في عالم كتير بادرت في هالموضوع وشجعتنا نكفي فيه. حلو، قبل ما نحكي عن هذا العام بظل الظرف اللي عم نعيشه واللي بدعي أيضا لتضافر الجهود أكثر بهذا الموضوع، عن السنتين الماضيين خبرنا كيف كان التجاوب مع الحملة. يمكن ما في بين إيديك أرقام دقيقة قديش عدد الأشخاص اللي تنازلوا أو تجاوبوا بشكل فعلي مع الحملة، لكن بشكل عام قديش كانت نسبة الاستجابة؟ خلينا نقول الأرقام دقيقة أكيد ما في، بس يعني بالنسبة لأن كان كجروب يعني فوق 200 شخص حكى معنا، يعني تقريبا 200 شخص نحن مسامحين هتقول له بقلب الجروب. تمام. ونحن نزلناه على الصفحة العامة عنا، نحن جروبنا مغلق، نزلناه على الصفحة العامة كمان جانا قبول كتير من الناس. وفي ناس صارت تواصل معنا على رقم تليفونات نحن مسامحين وبتحبوا تجوا تشوفوا بعينكم نحن كمان مسامحين جاهزين. عظيم، كان في قبول كتير، وهالسنة إن شاء الله نقول يا رب مبدئيا في قبول كتير منيح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الاعداد كل ما لا تكون بتزايد اكثر للاشخاص اللي تقبلوا دعوتكم للتنازل عن الاجارات المنزليه. بدي اسالك، هل الموضوع مقتصر فقط بمدينه حلب او انه هو بما تبقى من المحافظات السوريه؟ ما مقتصر على اي محافظه، بس سوريا كلها، كل المحافظات. في اشخاص يعني بتتجاوب من باقي المحافظات يعني ومن الارياف حتى، من كل المحافظات الحمد لله، وفي مناطق باريافة كمان. يعني اول ما مثل ما خبرتك اول ما طلعت الفكره بلشنا فيها بالشام. تمام. وصلت لحلب، وصلت لحما، وصلت لدرعا، للدقيقه، طرطوس، تم محافظات سورية كلها. حلو، طبعا بتراعوا موضوع السرية بهذا الموضوع لحتى ما يسبب أي إحراج للشريحة المستهدفة، يعني ما بيتم كتابة الأسماء أو إلى ما هنالك. يعني حتى إذا بنزل بوست نحن في عنا آلية بنمشي عليها، إذا في شخص مثلا بده شيء أو حاب يساهم بشيء ما بنبين باسمه أبدا، اسمه ما ببين أبدا. عظيم. بدي أسألك على نقطة أخيرة بلقائنا لليوم، اسم فالوجيين هو اسم صار شائع كتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا صار في كتير من الجروبات أو حتى الصفحات يلي ممكن يا أما تستغل الاسم بناحية إيجابية أو تستثمره بناحية تستغله سلبا أو إيجابا، فخبرنا أكثر عن جروبكم، تفاصيل حتى الواحد يعرف أنه هذا هو جروب فالوجيين الأساسي أو هو مزور أو اسم مزيف. لا، هاي القصة نحن بنعاني منها كتير، اليوم في فوق 4-5 جروبات اسمنا وبيستغلوا الاسم لشغل، يعني لاشياء خاصه بحته يعني. تماما. ونحن عم ناذى كثير، في بطلع اوقات حكي انه الشباب الفالوجين، جروب الفالوجين عم فيها شغلات غلط، وهي نحن ما خصنا فيه ابدا. نحن جروبنا اساسه عملوه 4 شباب كبدايته، هن احمد الشماع، مؤيد الشماع، عماد عيسى، ربيع سيروان. تمام. طب نحن شو في علامات مميزة لحتى نقدر نميز الفيك من الأصلي؟
هي نحن صرنا عملنا شعار لأن كرمال الشغلة، حتى الشعار صاروا يقلدوه تمام. كل فترة بنرجع بنغيره وبرجع بعمله مثله تمام. بس انه بعد اي شخص اي شاب بفوت على الجروب بشوف الاسامي الاربعة هذول الموجودين كأساس هذا الجروب الاساسي. نحن جروبنا الاساسي تقريبا 250,000 بني ادم تمام. عدد كتير كبير، وان شاء الله يا رب يعني اهدافكم الساميه توصل لشريحتكم المستهدفه، وهالبادرات فعلا يعني ان شاء الله يا رب توصل لاهاليها بالطريقه الصح. كلك ذوق وشكرا كثير لك، ويعطيكم الف عافيه يا رب، التوفيق لكم. الله يعافيك يا رب. شكرا لك استاذ خالد، رمضان كريم، والله يقويكم دائما، والشكر موصول لكل اعضاء الجروب. شكرا كثير لك. شكرا.